حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا الوليد، حدثنا أبو عمرو، حدثنا إسحاق، حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس من بلد إلا سيطأه الدجال، إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب، إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينه باهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق